أهلا بكم من جديد. حزن عميق خيم على عائلة بن صخري في بلدية سدراتة ولاية سقهراس بعد وفاة التلميذة ازدهار التي نالت شهادة البكالوريا بتقدير مقبول قبيل أيام فقط عن إعلان النتائج. أجواء من الأسى والألم عمت سكان المنطقة والأسرة التربوية عامة بولاية سقهراس. رشيد مقدم. في بلدية صدرات ولاية سقهراس وبالتحديد هنا بالحي البلدي حيث تقطن عائلة بن صخري، حزن وألم على فراق التلميذة الزهار التي توفاها الأجل قبيل أيام معدودات على نشر خبر نجاحها في امتحانات شهادة البكالوريا 2016. رحيلها ترك حزنا عميقا في المدينة بأسرها وعائلة بن صخري بصدرات على وجه الخصوص. أول نمر عبيع أول دينا الزردة أول ربي في الدنيا. أنا اللي فرحت وعدي أقول تحضر مايا تقعد مايا تلعب مايا. التلميذة ازدهار خلقاء كانت مجتهدة وطيبة النفس بين زميلاتها في الدراسة، متفوقة بأخلاقها بتربيتها بكلش، الناس كل يدعي لها بالخير الله يبارك، يعني شو أنا الشهر خيرها فيها ربي، وأنا بلاصة راحت فيها، يعني المؤمن مصاب وذي حاجة ربي لازمنا نتقبلوها بأي شكل من الأشكال كانت، صح تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما إلا ما يرضي الله، هذه حاجة ربي ولازمنا نتقبلوها وفرات وربي صبرنا كله، هذا ما نقدر نقول. وما القرية ماتت هي مازالت حية في قلوبنا، وي الحمد لله يا ربي أخلاقها عالية، كانت تعاوننا في القراية، كانت مهمة، كنا ما منقدرش خاوة ولا أكثر، الله غالب يعني ربي يجعل خدمنا. موش نجي موش نروح على الجبانة نسمعها نقول لها كي ديتي يا الزيارة، ما حطيتش روحي نروح للمقبرة خلاص. هذاك هو اللي كتب لنا ربي العالمين. قالت لك انت البكر وحيدي صباح. ازدهار بن صخري رحلت في عز عطائها ولم يبقى سوى الحزن والأسى بعد وفاتها. رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه إن شاء الله يا رب. إلى موضوع آخر، زارت كاميرا تلفزيون النهار آية ريان صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا بولاية عنبة ب 18.48 في شعبة العلوم التجريبية. أجواء من الفرحة عمت بيت العائلة والأصدقاء، خاصة وأن هذه النتيجة جد مرضية مع الإعادة الجزئية التي عرفتها شهادة البكالوريا والتعقيدات التي مرت بها. عبد الناصر جلال. يا ربي اللي تحصلت على أعلى معدل بشهادة البكالوريا في على مستوى عنابة 18.48 دوغون لاني سكولار كاملة، جي با ستريسي، خدمت نورمال افيك المانيير ميثوديك. ابخي على الاخر كي بداو هكا كي قرب فريمون لا دات بديت نستريسي شوي، مي ابخي كي بديت لو بروميير جور سافا، من بعد كي خرجوا ديك تاع لي سوجي تما وين جيتي فريمون بيرتوربي، حبيت خلاه يتعاود الباك والحمد لله كي تعاود خدمت خير في يعني جاوني كيف نفس المستوى. هو صح ضغط بصح هي بعد كانت حابه يتعاود كي تكونفيرما التسريبات، كانت حابه تعاود باسكو كانت تشوف في روحها تسمى يوم ما تعاودش راح لي زيفار اللي دارتهم كل راح يجي واحد اللي ما داروا كان يفوق به يعداها. كما تحصلت أماني وصيف من ولاية خنشلة على أعلى معدل في شهادة البكالوريا عبر تراب الولاية بمعدل 19.2 وبتقدير ممتاز، وهو النجاح الذي بعث الفرحة والسرور في العائلة. عمر عمري وغردة أغشيش. أماني تحقق أمانيها، تكسر قائمة الصدارة في معدلات البكالوريا بولاية خنشلة 19.2، معدل مرموق يسعى كل مترشح الظفر به، افتكته أماني عن جدارة واستحقاق. قبل كل شيء نحمد ونشكر الله تعالى على هذه النتيجة، وأقدم تهاني الحارة وهذا النجاح العظيم إلى كل أفراد عائلتي. لم أكن أتوقع هذه النتيجة بتاتا، بل كنت أتوقع نتيجة بتقدير جيد جدا ولكن ممتاز، لم أكن أتوقع هذا. أتمنى أن
أن تسنح لي الفرصة لأتحصل على منحة دراسية لمزاول دراسة الطب ببريطانيا أو كندا. الفخر والشرف يعلوان بيت عائلة أوصيف، في الزغاريد تعم الأجواء في فرح استثنائي فريد. نجاح انت بنتي جاء إلى مجهودات جبارة اللي قامت بها وحضرت نفسها والإرادة والعزيمة اللي كانت اكتسبتها منذ الصغر، وإحنا كأولياء قدمنا لها الجانب المعنوي الجانب النفسي المرافقة الدائمة لها بالتحضيرات بالسهر معها. ليس في الوجود فرحة تضاهي فرحة النجاح في البكالوريا، أما الظفر بمعدل متميز فذلك قمة السرور والغبطة. تمكنت ولاية تيزي وزو أن تحتل الصدارة عبر الوطن في نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بنسبة 65.23%، مكانة حافظت عليها الولاية للمرة الثانية على التوالي وبمجهوداتها المبذولة من طرف الواقفين على قطاعي التربية. صفية إبرودان وبردة أقشيش. للمرة الثامنة على التوالي وبالنسبة 65.23%، تتربع ولاية تيزي وزو على عرش الصدارة في نسبة النجاح في البكالوريا. نسبة النجاح في ولايتنا بلغت 65.23%. النسبة هذه خلتنا نحتل المرتبة الأولى للمرة الثامنة. أحسن معدل هو للتلميذة تزاري مايا من ثانوية الدحماني محمد ببلدية بوغني في شعبة العلوم التجريبية التي تحصلت على معدل 18.82. كيف لا تتحقق هذه النتائج في تيزي وزو بجدية التلاميذ وأوليائهم وصرامة الواقفين على قطاع التربية؟ تسالك لك يا مدام، ستان ساكريفيس لي بروف سيا لي بارون سيا لي زيليف سيا نكوني ذراونا غير صحورنا لا نسعرونا فهمن ولاش ونسني كيلخن اسعونا النيفو. C'est pour ça, qu'on s'investit gouvernement. L'investir dire qu'arrière de s'investir. Alhamdulillah, la wilaya de Tizi Ouzou, elle est toujours classée première et c'est ce qui nous encourage de la garder toujours la première place. Voilà, et j'espère que ça va continuer pour les générations à venir. مبروك لأبناء القبائل على هذا الإنجاز الذي يجعلهم مفخرة للجزائر. صنع التلاميذ الناجحون في شهادة البكالوريا 2016 الاستثناء في كل شيء، ظروف الاجتياز وحتى في كيفية الاحتفال بالنتائج والعينة من ولايات الوطن مع حميد عوادي والمراسلين. هذه المشاهد ليست احتفالا للأنصار بتتويج فريقهم بلقب ما، بل هي فرحة النجاح في البكالوريا. ففور نشر نتائج إلا وخرج التلاميذ الناجحون إلى الشارع. خرج التلاميذ وعائلاتهم في ولاية عنابة وفي الصيف كذلك، وانا فرحناه وان شاء الله ديما نفرحوه. ان شاء الله لايسونس ماستر دكتوراه. ولدي دا الباك الحمد لله يا ربي، تعبت الحمد لله يا ربي الحمد لله. نو جامي من ديبي دلاني وانا معاه. بالنسبه لنا يعني النصر، حنا عانينا بزاف كتلاميذ في هذه يعني السنه الدراسيه يعني في امتحان البكالوريا، بصح الحمد لله يعني فرحنا ربي بهذا، نعتبره نصر يعني لنا حنا. بنت خويا المرحوم عنده شهر من مات واليوم بدات الباك، ما تقدرش تتصور فرحه ما تقدرش تتصور. نسرين واحده من المتفوقات في شهاده البكالوريا بولايه جيجل تقاسمت قناة النهار معها فرحة نجاحها. فترة صعيبة من 7:30 وحنا حاكمين في البيسي قدامنا حتى 10:30، قريب 10:30 باش ظهرت النتيجة. كانت فترة صعيبة عديتها في حياتي سورتو بعد النتائج اللي فاتت عليا. إن شاء الله تروح في الشعبة اللي كتمنها وتحقق النجاح نتاعها إن شاء الله في الجميع.
اختتمت السنة الجامعية بولاية تسمسيلت بحضور مميز للطلاب المتفوقين الذين تم تكريمهم قبل نهاية الحفل. المزيد مع محمد غليش. De l'investissement, le partenariat et éventuellement de différents investissements pour essayer d'encourager, que ce soit dans la culture, les eaux, le tourisme, en particulier aussi l'agriculture. On a منطقة فلاحة وهذه حاجة يعني ما نسواش. يعني ما احترموش القيمة العلمية اللي يحملها الطالب بصراحة. يعني طالب سورتو لي ماجور دي فرومو كل طالب يحمل قيمه علميه يكون هو ما يكونش كيما الطلبه الاخرين هو يحمل قيمه علميه خاصه هنا ممكن التكريم يكون اكثر. الى موضوع اخر، انتشلت مصالح والحمايه المدنيه لولايه جيجل او لولايه خنشلاقول جثه شاب يبلغ من العمر 31 سنه سجل اختفاؤه منذ ازيد من شهر، وقد نقلت جثته الى مصلحه حفظ الجثث بمستشفى السعدي المعمر في انتظار التشريح الشرعي الذي امر به وكيل الجمهوريه لمعرفه سبب الوفاه. عاش سكان منطقة زكارة قول التابعة لمدينة فرندا بتيارت لحظات حزينة بعد الحادثة الأليمة جراء غرق 3 أطفال في عائلة أو من عائلة واحدة في بركة مائية. الحادثة أثارت استياء وغضب السكان من تملص المسؤولين عن مسؤوليتهم عن الحادثة. دير بن داود. إنه حزن عميق ألم بعائلة مختاري من منطقة زكارة بفرندا بيتير بعد فاجأة فقدانهم لثلاثة أطفال غرقوا جميعا في بركة مائية، حيث تنقل تلفزيون النهار إلى العزاء المقام بمسكنهم الريفي حيث لمسنا تأثر الجميع بهذه الحادثة الأليمة. مانيش عارف طقوا مع بعض في ثلاثة، مانيش عارف كل نوبة واحد ويلحقه الآخر، طاحوا فيما خلوا غير حوالهم في محزن ماجي. نقعدوا حنا ندوروا من سنا الحواله فما عرفناهم بلي راهم موتى هنا، وزاد الحق علينا المغرب صاي قطعنا منهم ليس. والله يرحمهم ونطلب منكم ترحموا عليهم كاع كيما راهو. والله يرحمهم والخليفه على ربي والسلطات تعاوننا ثاني. هي كي جا عندي رمضان راسيه يا ذي الخوف قال لي مازال كاع ما بانوش. لا اول مره واه اول مره تلاقوا هذه النوبه برك كان غير يشري يدير غير وحده. هي بركة مائية تم حفرها من طرف إحدى المقاولات، تركت بدون حماية ورسمت غضب أهل الضحايا المطالبين بتدخل السلطات. الحفرة هذه دايرها مقاول، وكي حفرها ماهوش مأمنها، الناس كامل تسرح تسقي فما الدور، الدراري يروحوا يعوموا فيها، ما كاش اللي يعرف. والله العظيم ما ننساه الطفل خويا هذا عبد القا بزاف أكثر من ذو الزوج، ما ننساهش نهائيا. والسيد هذا اللي حفر بالبوكلة لهيه مانيش عارف بغا كاع شكون شتا يكون، انا والله ماني سامح لها لا امام الله لا في ذي الدنيا ولا في هذيك، ماني سامح لها ضربه واحده. حاولنا الاتصال بصاحب المقاوله غير انه تعذر علينا ذلك رغم تنقلنا لموقع الحادثه في وقت يبقى على السلطات توفير الحراسه لمثل هذه التجمعات المائيه، وتوفير في الجانب الاخر مرافق للسباحه باثمان زهيده تكون في متناول ابناء الزواليه المهددين دائما بالموت غرقا. تفضل الكثير من العائلات بولاية عين تموشنت التوجه للشواطئ من أجل التمتع بزرقة البحر والاستجمام، إلا أنها لا زالت لا تعي ثقافة الحفاظ على المحيط بدلالة النفايات المنتشرة هنا وهناك. كمال بوعز عبيد وحميد عودي يفصلان أكثر في هذا التقرير. توفيق شاب يمتهن كراء الشمسيات والطاولات بشاطئ ترقا بولاية عين تموشنت، غير أنه يضطر بعد نهاية كل يوم إلى جمع مخلفات العائلات. وتجور حنايا النقوة با نخلو بلاصتنا مقية باش لي فامي يجوا عندنا، لازم يحترموها با الله جيري باش تطور إن شاء الله. كما قال لك البترول ما كاش كاين السياحة إلا نشطوها وإلا نديروا صالح بزاف. فغياب ثقافة نظافة الشواطئ عند بعض المصطافين يعكر سوف الاستمتاع بالبحر بالولاية. نتمنى تكون أفر هي أفر تربية، الناس اللي تجي هنا يجيبوا الماكلة تاعهم ويجيبوا الماكلة يديروا في بورسات كاين لي بوبال، يفدوا البورسات يديروا في البورسات يبلوا عليهم ما يخليهمش في الشط. حقيقة جمع النظافة الصباح يجوا البلدين يقلعوا ينظفوا هذا الشاطئ، بصح لازم خصهم يديروا
يديروا النفايات وهذو الجلاخ يديروهم في البورسات. حنا نبغوا النظافه في الشط تاعنا، الشط تاع ترقه، ونبغوا الناس كاع تنظف المكان تاعها. طلبوا من العائلات الجزائريه تنظف المكان تاعها كي تنوض يرفد الجلاخ تاعه. رمي النفايات في الشواطئ مشهد يتكرر كل سنة، وما حله إلا بزرع ثقافة النظافة عند المصطافين. وصلنا إلى ختام الموعد المحلي، لكن يمكنكم متابعة برامج قناة النهار على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم تحميل تطبيق النهار لأجهزة الأندرويد على جوجل بلاي بكتابة النهار تيفي بالعربية والفرنسية لتصلكم إشعارات الهام والعاجل. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصرار في أمان.